ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يتساءل الرأي العام المراكشي عن الدور الحقيقي للجهات المختصة في مراقبة المعالم التاريخية ومحاربة ظواهر البناء العشوائي والتي امتدت إلى السور التاريخي للباب الغربي للقصبة الموحدية بجماعة المشوار القصبة بمراكش. وحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مخالفة جديدة لقوانين التعمير استباحت السور المذكور يوم الجمعة الماضية من خلال أشغال حفر عمال قاموا بفتح باب أمام أنظار الجميع ودون تعليق أي رخصة كما هو جارنا به العمل. كما نشد مهتمون الجهات المعنية للتدخل العاجل وإحقاق الحق وتطبيق القانون.